الزراعية مباشر مع سامح عبد الهادي. بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وحضراتكم طيبين. القمح محصول الاستراتيجي الأول في مصر، جهود كبيرة جدا بتقوم بيها الدولة من أجل رفع إنتاجية الأراضي الزراعية من محصول القمح، بدءا بتوفير الأصناف والتقاوي، الأسمدة، المعاملات الزراعية من خلال الحملة القومية لمحصول القمح، ودورها الهام جدا في هذا التوقيت. ودايما بقول الإرشاد الزراعي في مصر حصل فيه نوع التطور. دايما الفلاح بيسأل عن المرشد الزراعي، هو فين؟ احنا النهاردة ما عندناش إرشاد، دي كلمة ممكن يقولها الفلاح، لكن أقول له النهاردة الإرشاد حصل فيه تطور نوعي. أنت النهاردة عندك الحملات القومية للمحاصيل الاستراتيجية، هي حقول إرشادية متواجدة على مستوى الجمهورية، الحقل مساحته فدان، تقدر تشوف فيه الأصناف والمعاملات الزراعية، طرق الري، التسميد، طريقة الزراعة الجديدة خصوصا القمح. ولما جه الفلاح يتعرف على طريقة الزراعة على مصاطب كان من خلال الحقول الإرشادية. ده كله بيؤدي لرفع إنتاجية الأراضي الزراعية، وده واضح لو حبينا نعمل أي مقارنة ما بين إنتاجية الأرض النهاردة وما بين إنتاجية الأراضي الزراعية من حوالي 10 سنين، هنلاقي فيه فرق كبير جدا، وإن في زيادة في إنتاجية الأراضي الزراعية. اتباع السياسة الصنفية مهم جدا في هذا الموسم، الحمد لله كان موسم مستقر، ظهرت مشاكل في بعض الأماكن وتم حصرها والتعامل معها، وده كان بسبب عدم اتباع السياسة الصنفية، وده شيء حصل. لكن هناك تعامل واضح من وزارة الزراعة وتعامل جدي، عايزين نتبع السياسة الصنفية، عايزين نحاول ان احنا في مزارع يقولك ان زرعت الصنف ده وجاب معايا نتيجة، يبتدي يسأل عن الموسم اللي بعده ويبتدي خلاص هو مصمم على ده. انا عايز اقولك ان في عمل مستمر في مركز البحوث الزراعية وفي الجامعات المصرية من أجل استنباط سلالات وأصناف مرتفعة الإنتاجية، مقاومة للأمراض، مبكرة النضج عشان توفر في المياه. ده مجهود بيتم على مدار موسم كامل، ما هواش مجهود بسيط. بشكر كل العاملين والقائمين من قطاع وزارة الزراعة في هذا المجال، مجال زراعة القمح، وبشكر الفلاح المصري بطل هذه المنظومة. احنا وصلنا لوقت مهم جدا وهو عيد بالنسبة للفلاح وبالنسبة لمصر، هو وقت الحصاد. الذهب الأصفر مهم جدا ان احنا نعرف ايه هي الضوابط. السعر بقى 685 جنيه وتم الاعلان عنه للأردب، ضوابط الاستلام، الاماكن، تطوير الشون والصوامع الجديدة التي دخلت للمنظومة الزراعية. في بعض المحافظات الفلاح بيتكلم على ان هو عاوز يشوف فيها اماكن جديده للتوريد، في ايضا روابط او اماكن لتجميع القمح من الحيازات الصغيره، وده يوفر على المزارع اللي عنده 10 قراريط او نص فدان ان هو يقدر يورد القمح بتاعه للجمعيه، وبالتالي دي هتوفر عليه تكلفه النقل، هتوفر عليه المشقه، ويقدر ان هو يستفيد ماديا. خطوات كثيره جدا واستعدادات من جانب وزاره الزراعه ووزاره التموين من اجل نجاح موسم توريد القمح. برحب بحضراتكم في حلقه جديده من الزراعي مباشر. برحب بحضراتكم مرة أخرى في الزراعية مباشر، موسم توريد القمح، كل عام وحضراتكم طيبين. أنا معايا الدكتور مجدي المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد. كل عام وحضرتك طيب يا فندم. كل سنة وانت طيب يا فندم، وكل سنة والسادة المشاهدين طيبين. دكتور مجدي، الوادي الجديد نصف مساحة مصر تقريبا، القطاع الزراعي بينمو موسم بعد موسم، في زيادة في الحصادات الزراعية ومنها محصول القمح. عندنا كام فدان منزرع بالقمح هذا الموسم؟ توزيعهم على المراكز، خصوصا ان انت بتتكلم على مساحات شاسعه، كيف سيتم توريد القمح واهم الاماكن التي دخلت لمنظومه التوريد هذا العام؟ ان شاء الله احنا زرعنا السنه دي 206,000 فدان، بزياده عن السنه اللي فاتت 43,000 فدان، وده نتيجه ان شاء الله ان احنا السيد المحافظ سهل اجراءات حق الانتفاع لصغار المزارعين وصغار المستثمرين وكبار المستثمرين. ان شاء الله بامر الله تعالى في 100,000 فدان تقريبا مزروعين في شرق الوينات. حضرتك بالنسبه لل طبعا البنك الزراعي
وفر الأجولة الخيش مبكرا. كل المشاكل اللي كانت موجودة السنة اللي فاتت طبعا السنة دي مش موجودة. حضرتك الجامعات الزراعية لأول مرة في الفترة الأخيرة ديت دخلت في المنظومة إن هي هتستقبل القمح من المزارعين. الجامعات الزراعية زي ما أنت عارف يا أستاذ عزيز موجودة في كل قرية من قرى محافظة وادي الجديد، جاهزين تماما لاستقبال محصول القمح. الحمد لله حتى الآن وحتى هذه اللحظة ما فيش أي مشكلة خالص في عملية توريد القمح السنة. الأجولة بيتم بيعها بكام الفارغة بالنسبة للمزارع؟ لا يا فندم بيستلموها المزارعين على أساس إن هي إحنا عندنا طبعا افتتح برضو الصومعة الجديدة في مركز الخارجة، ودي بتستوعب 45 ألف طن بالإضافة إلى صومعة شرع العينات 60 ألف طن. يعني الحمد لله حاليا دلوقتي كل الأماكن والشون اللي موجودة في المحافظة جاهزة لاستقبال محصول القمح إن شاء الله. هل في بعض الأماكن بعيدة عن الصوامع والشون وهل تم وضعها في الحسبان؟ ما فيش الحمد لله. ما أنا بقول لحضرتك الأماكن البعيدة هتكون الجمعية الزراعية جاهزة لاستقبال محصول القمح. جميل جدا، يعني ما فيش مزارع يقلق، ما فيش حد يقلق، الجمعيات الزراعية هتستلم في الوادي الجديد لو انت بعيد عن الصومعة او الشونة، واحنا عارفين المسافة ما بين المراكز من 350 كيلو 400 كيلو، فانت بتتكلم على مساحات كبيرة جدا، فالجمعيات لازم يبقى ليها دور، دي خطوة مهمة. كل القرى موجود، كل قرية فيها جمعية زراعية. صح، طبعا بتفرز منها الاسمدة. النهاردة الثناء لأول مرة، وطبعا بنشكر سيادة المحافظ ان هو وافق على ان الجمعيات الزراعية تستقبل محصول القمح. الحمد لله حتى هذه الساعة ما فيش اي شكاوي، وزارة الشؤون جاهزة، كل الاجهزة المعنية بمحصول القمح جاهزين لاستقبال المحصول ان شاء الله. حالة القمح هل ظهر بعض المشاكل او الاصابات في بعض الاماكن؟ لا احنا عندنا الحمد لله ما فيش اي انواع من الاصداء، ما فيش عندنا اي مشاكل مرضية. انا وخصوصا ان انا اساسا باحث في معهد امراض النبات، الحمد لله مرينا على اغلب الحقول، ما فيش عندنا اي مشاكل مرضية، وحتى لو في مشاكل حشرية بسيطة جدا وتعاملنا معها مباشرة. هل في بعض الحقول الارشادية تم تقييم انتاجها ومعدل الانتاج، ولا ده لسه سابق الاول؟ لا حاليا سعادتك تحت التقييم. تمام. لان احنا اغلب المناطق هنبدأ الحصاد هيبدأ فعلي من 20 ابريل ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق. بشكرك الدكتور مجدي المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، ان شاء الله موسم ناجح لكل المصريين، لان انت بتتكلم على رغيف العيش، بتتكلم على الحياة بالنسبة للمواطن، مفيش مائدة بتخلو من رغيف العيش، وده بيكلف الدولة. ليه بيكلف الدولة؟ لان احنا بنستورد، والاستيراد من الخارج هو عبء ثقيل. انت بتتكلم على محاصيل كتير جدا بنستورد منها، انت بتستورد من القمح لان انت عندك زيادة سكانية وعندك مساحة اراضي ثابتة. المشاريع الجديدة ودورها كان مهم جدا، لكن بالنسبة للزيادة السكانية انت عندك تحدي بيزيد وبينمو. رفع انتاجية الاراضي الزراعية مهم جدا. استغلال وحدة المياه مهم ايضا، ان انت بتحافظ على موارد فيها نظرة، بتحافظ على الحياة. محافظة الوادي الجديد نصف محافظة مساحة مصر، محافظة الوادي الجديد تقريبا هي نصف مساحة مصر، وبسبب الاعتماد على الري بمياه الآبار انت ما تقدرش تتوسع الا بقدر، انت ماشي بخطوات محسوسة ومحسوبة، لان انت بتتكلم على كمية مياه محدودة وهي ثروة للأجيال القادمة في نفس الوقت. فدي نقاط لازم يتم مراعاتها، ان احنا نزود انتاجنا، نطبق العلم من نفس وحدة المساحة وبنفس كمية المياه. الحاج عبد الحميد من الغربية اتفضل. ازيك يا استاذ سامي؟ اهلا بيك. كل سنة وحضرتك طيب يا باشا. وحضرتك بالصحة والسلامة. التقوى حضرتك يا باشا اللي كلمنا حضرتك عليها أكثر من مرتين. الإيه؟ التقوى اللي كلمنا حضرتك عليها أكثر من مرتين يا فندم. اللي هي إيه الشكوى يا فندم؟ بتاع المصرف الصرف حضرتك يا فندم بتاع الأرض الزراعية. مصرف الأرض الزراعية. مصرف الأرض الزراعية، فين في الغربية؟
المحله الكبرى يا فندم منطقه الاصلاح الزراعي. محله الكبرى الاصلاح الزراعي. استاذ سامح لو سمح. القريه اسمها ايه؟ اعرف بس المكان الاول بالتفصيل علشان الاعداد معايا بيتابع المشكله دي بما انك بلغتها قبل كده. هي تبع اصلاح طنباره مركز المحله الكبرى. طنباره المحله الكبرى. عملنا حضرتك يا استاذ سامح شكوه وديناها لمنطقه الاصلاح بالمحله الكبرى. ايوه. وعملنا شكوى وديناها منطقه في طنطا حضرتك في مديريه الاصلاح في طنطا. ايوه. ولحد دلوقتي حضرتك يا فندم ما فيش استجابه ولا حد. هي الشكاوى دي انت قدمتها امتى؟ جاوبنا في اي حاجه. ايوه الشكاوى دي حضرتك قدمتها امتى؟ مقدمين واحده حضرتك يا فندم في طنطا بقالها يجي 7 ايام. اه. وبتاع المحله بقالها 25 يوم. الموضوع ان انتوا عايزين تطهروا بتوع المنطقه بتاع الاصلاح الزراعي بتاع المحله الكبرى جم عينوا على المفرف وشافوه على الطبيعه حضرتك. طب انا عايز اسال سؤال بس. اتفضل يا فندم. انتوا عايزين تطهير ولا محتاج ايه المصرف؟ تطهير يا فندم بس احنا عاوزين الكراكه تيجي تطهر، كل ما نكلمهم يقول لك الكراكه عطلانه، الكراكه عطلانه. هو الموضوع انت كل القصه انت بتتكلم في 20 يوم وهم جم عملوا معاينه. ده جم من 20 يوم يا فندم حضرتك. وعملوا المعاينه ومنتظرين الكراكه تيجي تنزل تشتغل، هو ده كل القصه. هو لحد دلوقتي حضرتك ما فيش استجابه لاي حاجه. لا هو في استجابه بما ان حضرتك بتقول لي جم وعينوا. يبقى انا هكلم حضرتك عينهم، ما هم واقفين دلوقتي واحنا في موسم رز حضرتك يا فندم، وعاوزين الارض دايره وعاوزين نزرع الرز بتاعنا عشان متوقفين عشان تطير المصر. تمام. سيبني بقى الكراكه هتمشي في قلب الارض. اه عشان كده انا بقول لك النهارده هنكلمهم دلوقتي حالا نعرف بعد المعاينه اللي عملوها دي ايه اللي حصل، الكراكه هتيجي امتى. يا فندم لو كلمتني وكيل وزاره الغربيه يا فندم بيهتم على طول، وانت حضرتك وعدتنا ان كل حاجه كنت بتعملها لنا في ثاني يوم على طول بتخلص المشكله. ايوه بس في حاجات بتحتاج وقت وانت عارف ان الزراعه ما هي سهله، ولا انا بتكلم غلط؟ انت نفسك بتشقى يعني انت نفسك. لا يا فندم احنا بنشقى عشان العيش وعشان اكل عيشنا وعشان مصر فعلا يعني انتوا بتشقوا زي ما حضرتك بتقول، انتوا بتشقوا عشان البلد فعلا. وانا بقول لك ان في حاجات بتحتاج وقت، يعني لما هو عمل المعاينه هنشوف المقاول اللي هيشتغل فيها ايه السبب، الكراكه دي مالها، طب ايه البديل، وهرد عليك النهارده ان شاء الله. وعلى فكره حضرتك يا فندم تبع الاصلاح الزراعي بتاعتكم بتاع الاصلاح. تمام. انت على فكره انت كلمتني يا دوب من الخميس اللي فات تقريبا، انت وانت بتتكلم انا افتكرتك. وقبل كده يا فندم برضو بحلقه برضو كلمت حضرتك بقالي حلقتين دلوقتي. تمام عناية الاثنين. بشكرك. الحاج محمد من كفر الشيخ اتفضل. كريك تتسامح. اهلا بحضرتك يا فندم. الله يخليك ومسلم خالص. وحضرتك بالصحه والسلامه، اهلا وسهلا. الله يبارك فيك. حضرتك والله انا كنت اتكلمت حضرتك عن الازوله والله دكتور. طب والازوله احنا عملنا عنها كذا فقره وكذا حلقه. ايوه وحتى انا انت اديتنا رقم الاستاذ الدكتور رضا وكلمت الدكتور رضا اداني رقم واحد تقريبا في ده ما يعني اسلوبه مش كويس معايا يعني في الكلام وكده. انا كنت عاوز اعرف يعني اديني رقم الدكتور مصطفى اللي هو كان بيتكلم على الاعراف الخضراء في برنامج الدكتور مصطفى الحيواني. الدكتور مصطفى عبد الجواد. تمام. اه بالظبط. ايوه عينيا الاثنين. وهديك برضو في رقم ثاني كنت عاوز بلغي حضرتك يعني انا عاوز يعني طبعا انا الواحد عاوز يعني ينمي من نفسه واغتصابه وكده، واخد بال حضرتك؟ انا عاوز اعمل مشروع، اعمل الازوله دي واعمل مشروع مثلا. هو انت هتعمل الازوله لتغذيه ايه؟ انا هعملها تغذيه، هعمل مزرعه بط ورومي، الرومي اللي هو البرونز ده. الازوله لتغذيه البط. اه والرومي. البط اللي هو البط اللي هو المشبوك والبط البلدي. بص احنا طبعا اتكلمنا في موضوع الازوله اكتر من مره، ولما حضرتك كلمتني فيه عملنا برضو عنه فقره، وبرضو استجابه لحضرتك انا كده كده هديك رقم الدكتور مصطفى عبد الجواد، وهديك اكتر من رقم، وهنعمل فقره تانية الاسبوع ده بحيث نشوف مدى جدوى تغذيه البط. هو جدوى النوويه فيها بروتين عالي اكتر من 33 اكتر من 30%. وهنتكلم فيها بالتفصيل من خلال المتخصصين ومن خلال ايه الاضافات اللي كمان ممكن. انا عاوز اعرف يعني ما ممكن نعملها مثلا تتعمل مثلا هنا كل واحد مثلا عنده فلاح او كده. لو انت محتاج ايه دلوقتي؟ مش احنا لما كلمناك اخر مره قلنا لك ان التقاوي موجوده في مركز البحوث؟ ايوه يا فندم. وانا رنيت على الدكتور رضا والدكتور رضا اداني تليفون وقفاه. هو اللي كان قاله الدكتور يعني مصطفى ان هنشوف طريقه نوصلها لك بيها كفر الشيخ بدل ما تسافر، صح؟ ده اللي انت محتاجه. خلاص انا فاكر معاك كل حاجه على فكره،
فان شاء الله انا هشوف انا الطريقه دي ازاي نوصلها لك كفر الشيخ، ودي خدمه وتطوع مننا. عينيا حاضر. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. بشكرك. ام محمد من كفر الشيخ اتفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ سامح؟ يا اهلا بيك يا حاجه. اهلا بحضرتك. كنت عايز اسال عن البقر اللي جاي من بره اللي هو الاورشتاين. تمام، اللي هو العشار. نعم اه، سمعت ان نازل وبالقسط، واعرف هو موجود فين واجيبه ازاي وكده. طيب انت عندك، انت بتشتغلي في التربيه اساسا؟ ايوه احنا عندنا عندك حظيره؟ عندنا في البيت. كويس قوي. انت مربيه فيها ايه؟ احنا مربيين عندنا بقر، وكان عندنا جاموس. الجاموس بيجيب قد ايه لبن، والبقر بيجيب قد ايه؟ احنا كنا يعني كان عندي جاموسه وعندنا 4 بقرات دلوقتي حاليا. ربنا يبارك لك فيهم يا رب. الله يخليك. طيب الانتاج بتاع الالبان، ما انا عايز اسمع منك اعرف الانتاج والتغذيه، بتغذيهم ايه؟ لا احنا كان عندنا الجاموسه بسم الله ما شاء الله كانت بتجيب 6 كيلو ما شاء الله، وكانت بتعدي يعني، وكان عندنا البقر بسم الله ما شاء الله بيجيب 8 كيلو. طيب ان شاء الله هتروحي اداره الانتاج الحيواني، هتقدمي طلب ان انت عايزه تشتري العجلات العشار، او وهيطلبوا منك يا اما حيازه، يا اما عقد ايجار مسجل، عقد ايجار عليه صحه توقيع بالحظيره، وهتكتبي اقرار ان انت عندك خبره في التربيه، وان انت هتقومي بعمليه التحصين والمتابعه البيطريه، وبعد ما يتوافق على الطلب هتدفعي 15% من القيمه اللي هيتحدد لك عليها الطلب. انت ممكن تاخدي من عجل عشار حتى 5 عجلات عشار. فروحي اداره يعني الانتاج الحيواني عندكم، وقولي له انا عايز اقدم في كفر الشيخ. اللي في كفر الشيخ وقولي له بس احنا هنكلمه الاول برضو، علشان لما تروحي او جوز حضرتك يروح. مين اللي هيروح؟ جوز حضرتك. طيب هنحدد له ميعاد ويروح، علشان يبقى مدير الانتاج الحيواني موجود ويقدم الطلب هناك، واي حاجه هتابع مع الاعداد برضو. خلاص ماشي، يعني ان شاء الله اما حضرتك تكلمه هنعرف ازاي يعني. الاعداد هيكلمك، مش خدوا رقمك؟ خدوا الرقم. خلاص هيكلموك تاني. انا ما عنديش حيازه، يعني حيازه ارض او حاجه. طب عندك عقد ايجار في صحه توقيع عليه، او عندك اي حاجه ضمان ارض اي حاجه؟ لا لا. في ضمانات عندك اي ضمان؟ يعني هو لازم يكون ارض ضمان يعني. طيب انا هقول لك، هوفر عليك اكتر، هخليهم يكلموكي المشروع نفسه ويستفسروا منك على امكانياتك، وانت تساليهم وتردوا على بعض. وبكره بكره هيكون عندي فقره في البرنامج هتكلم فيها عن المشروع ده، وعن الضوابط اللي المفروض تبقى متوفره في المستفيد. يا ريت والله، لان احنا سمعنا بس مش عارفين فين، فعشان كده عينيا بكره ان شاء الله. حاضر، شكرا يا استاذ. العفو. الحاج شعبان من بني سويف اتفضل. ايوه استاذ سامح. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. احنا مشكلتنا دلوقتي كده انا من بني سويف، مركز ناقص. تمام. قريه كوم وخلاق. تمام. قريه كوم وخلاق دي يا باشا لها فروعتين. ايوه. ترعه اسمها ترعه باهي، وترعه اسمها ترعه دنديل. تمام. ترعه الدنديل دي حاطين عليها مغذيات على مصرف اسمه مصرف المحيط. ايوه. مصرف المحيط ده الميه اللي فيه صرف صحي، بتاع الصرف الصحي بتاع الشباب كله بيصبوا فيه. تمام. كل ما نروح نطلع بالميه النظيفه يقول لك لا ما فيش الا هي الميه دي. لا هو مش من حقه يقول لك ما فيش الميه دي، انت عندك ترعى فيها مشكله وعندك مصرف صرف صحي، فما تجبرنيش ان انا تدخل الصرف الصحي في النص. الترعى بتاعه زاهر دي هي ترعه ميه حلوه. ترعه دنديل المناوبه ما بتجيناش نهائي. انتوا المناوبه بتاعتكم كام وكام؟ هي المفروض 5 و10. هو انت اخر الخط؟ اخر الخط. اخر الخط. فيها تعديات في الاول او حاجه محتاجه تطهير، ولا ايه مشكلتها؟ ولا تطهير ولا اي حاجه، احنا قاعدين دلوقتي بتاع 7 8 سنين دلوقتي كده ما بنشوفش ميه المناوبه دي نهائي. ازاي يعني؟ وانت شغال وبنطالب بمغذي على المصرف اللي هو بتاع باهي، مغذي ثاني على مصرف باهي، قالوا لنا روحوا المجلس المدينه يديكم ميزانيه من هناك ونصرح لكم بالمغذي. رحنا لرئيس مجلس المدينه
قال ماشي خليه يعمل ميزانيه وكده، وانا بس يجيب لي الميزانيه الاول وانا اشوف الميزانيه دي تسمح عندي او ما تسمحش. سيبني بس اشوف لك الموضوع ده النهارده واكلمك يا شعبان. طب انا عايز رقم سيادتك عشان اعرف اكلمك بس كده. ما انت بتكلمني اهو، انا معاك الرقم متاح ماشي، بس انا معاك عايز تكلمني في حاجه تانية اتفضل. ما هي اللي هي المشكله عندنا الموضوع ده، وفي برضه موضوع تاني. قول الموضوع التاني اتفضل. عندنا طريق واخد من بني سويف للفيوم. اه الطريق ده معمول المنشوء الجديد ده بتاع 7-8 سنين. عندنا دلوقتي كده ساعه ما فيها وقسم الاراضي نصين، ساعه ما بنخط الناحيه الثانيه كل شهر في على الطريق ده بيعمل حجز، عايزين يعملوا لنا نفق او مطبات صناعيه، لا موافقين لا بده ولا بده. هو المسافه قد ايه؟ كم كيلو؟ ده هي بس بتعدي الطريق مش كام كيلو ولا حاجه. اه ايوه نفق هيعدي الطريق بس. حاضر، عينيا الاثنين ده هنوصلها هنوصلها لمكتب السيد المحافظ وهتابعها معاه. بشكرك. الحاج عبد العزيز من الدقهليه اتفضل. السلام عليكم يا استاذ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله الفلاحين يعني احنا عندنا ازمه في الاسمده، احنا ما خدناش الشتوي كامل، خدنا نص حصه بس في الشتوي. ايوه. ودلوقتي احنا بنطالب يعني الفلاحين بيطالبوا بجهاز حمايه الفلاحين يعني على الاقل يحميهم من المبيدات اللي جايه مغشوشه ومن التقويات. طبعا القمح السنه دي جات لنا الصدى الاصفر. الصدى الاصفر جه ليه؟ العوامل الجويه حضرتك. يعني ليه سبب؟ تمام؟ لا لا بس يعني ما فيش موجود فطري يعني. عايز اكلم انا وانت بس براحه مع بعض، انا عايز اسمع منك عشان اتعلم. تحت امرك. النهارده احنا عندنا اصناف خلاص المقاومه بتاعتها انكسرت، وزاره الزراعه حذرت من زراعتها عشان دي لو جت الظروف الجويه معاكسه الخط قطع. يا ريت تكلموه يا استاذه زينب. كلمي الحاج عبد العزيز تاني، مع رقمه معاكي كلموه، لان انا عايز هنا نقطه مهمه قوي هتكلم فيها. قال لي انا عايز جهاز حمايه يحميني من ان في مبيدات بتيجي مخشوشه. ده من حقك، بس انا عايز اقول لك ان ده موجود. احنا عندنا شرطه البيئه والمسطحات المائيه، وعندنا لجنه مبيدات الافات الزراعيه بوزاره الزراعه، وعندنا اكتر من كيان خدمي بيعمل في هذا القطاع، وفي منشورات موجوده دلوقتي بجميع المحاصيل لكل مرض، ايه التعامل اللي يتم معاه وايه العلاج. النهارده انت عندك اسماء كبرى موجوده في هذا المجال. على فكره انت معظم هذه المنتجات هي قطاع خاص، انت بتتعامل مع قطاع خاص. مركز البحوث الزراعيه لديه بعض الامكانيات وبعض المنتجات، لكن الدور الاساسي هو القطاع الخاص. وزاره الزراعه هي بتنظم دخول هذه المنتجات من خلال الترخيص لها ومن خلال تقييمها ومتابعه الاسواق العالميه ومتابعه بعض المركبات التي يتم حظرها. ده كله ده دور وزاره الزراعه، بالاضافه الى الدور الهام والاكبر هو الدور الارشادي. النهارده احنا بنتكلم في الارشاد ده، يعني اتكلمت في هذا الملف كثيرا. طريقه الرش السليمه، نشتري منين؟ قبل ما نشتري مين اللي يحدد لنا المشكله والاصابه؟ يا حاج عبد العزيز الخط قطع، بس احنا كلمناك تاني. الله يبارك فيك، متشكرين والله، احنا متشكرين. ما بنسيبش حق. انا بقول لحضرتك انا عايز اسالك، لما انت جه الصدى الاصفر انت اتعاملت مع، انت كنت زارع صنف ايه؟ صنف توس 12، وقال لك ممنوع يزرع في المناطق الوجه البحري، بيزرع في الصحراء. وانت زرعته؟ طب هو موجود يا حضرتك، موجود في البحوث الزراعيه هنا موجود. انت عارف وبتقول البحوث الزراعيه قالت لك ممنوع تزرعه. لا انا سامعها لسه، انا لسه سامعها مؤخرا يا استاذ سامع. طيب لما حصل الاصابه عملت ايه؟ احنا جبنا مبيد فطري. منين؟ ما انا عايز اعرف مين اداهولك. ما مبيد فطري من المحلات اللي بنشتري منها استاذ. طب ليه ما رحتش الاداره الزراعيه؟ ليه ما رحت لهمش في محطه البحوث الزراعيه؟ حضرتك الاداره الزراعيه عندنا في بلقاس ما فيش فيها يعني. لا انت ما رحتش، ما تقولش ما فيش فيها. بص يا حاج انت ما رحتش، ما تقولش ما فيهاش، لان لما حصلت المشكله دي بتوجيهات من الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعه واصلاح الاراضي، تم متابعه الملف في كل الاراضي الزراعيه على مستوى الجمهوريه وتوفير المبيدات اللازمه لمحصول القمح، وكان في انتفاضه لمتابعه هذه المشكله. لكن احنا تعودنا ان اقرب حاجه جنبينا بنشتري منه دي. طبعا طيب فانا يعني النهارده مين اكتر واحد المفروض يخاف على محصوله؟ حضرتك.
وانا طبعا. بتتابع برنامجي ولا ما بتتابعوش؟ بتابعه والله. انا اتكلمت كتير وقلت يا جماعه على فكره انا اتكلمت عن الصدى الاصفر ده قبل ما يحصل المشكله بشهر، وجبت المتخصصين على الهواء واتكلمنا وحذرنا وقلنا المفروض ايه اللي يحصل، وقلت يا جماعه هنتعامل مع الاداره الزراعيه هنجري عليهم لو المشكله ما اتحلتش كلمني. لما تروح تشتري من مكان لازم تشتري من حد موثوق فيه. طب ما احنا عايزين والله احنا عايزين يا استاذ سامي عايزين يعني عايزين عايزين تدخل يعني تدخل من اكبر من شات الرئيس السيسي والله يعمل. على فكره الملف الزراعي ملف الزراعي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتابعه بنفسه وهو من اهم الملفات. انت بتتكلم عن الامن القومي الغذائي، انا هبشرك بشرى حلوه. النهارده لجنه مبيدات الافات الزراعيه قامت بتدريب عدد من مطبقي المبيدات. يعني ايه مطبقي المبيدات؟ ده مهندس زراعي بياخد الدوره التدريبيه على كيفيه التعامل مع المشاكل، ايه المبيد المناسب، طريقه الرش، ودول ابتدوا موجودين على مستوى الجمهوريه وفي اسمائهم بتبقى موجوده على بعض الجمعيات في اعلان عنها باسمائهم وارقام تليفوناتهم. فانا عايز ان انا نبتدي نسال عن الناس دي كل محافظه. يا استاذ سامح بعد اذن حضرتك يعني معلش، السماد دي معمول لايه؟ السماد اللي بتوزع ده معمول لمين؟ للفلاحين ولا معمول لحد تاني؟ معمول لمين؟ للفلاحين السماد. تمام. ليه ما اخدوش في الجمعيه؟ زمان عايز لارضي بدل ما اشتري ربع الكميه اجيب ربع الكميه من الجمعيه واجيب ثلاث ارباع من هو انت ايه اللي منع ان انت تصرف المقارنه بتاعك الموسم الشتوي؟ يا فندم والله ما خدنا اكتر من شكرتين على الفدان الشتوي. ليه ما كانش فيه في الجمعيه ساعتها؟ لا في جمعيات عندنا جمعيه زراعيه عندنا 14 جمعيه. ما كانش فيها ما كانش فيها في المخازن؟ لا ما كانش فيها حضرتك والله. طيب ما كانش فيه. ان شاء الله. يعني احنا عايزين حد يتدخل، يعني عايزين كل حاجه الرئيس السيسي مهتم بايه؟ معلش الفلاح عايزينه يهتم بيه اكتر، لان الفلاح ده هو اقتصاد الدوله وعايزينه يهتم بيه. والله احنا الفلاح في حالته تعبان. انت احسن ناس. ولازم الرئيس يعني يا حاج عبد العزيز انتوا احسن ناس. انا الله يبارك فيك. بس انا اقول لك بس على حاجه كده صغيره. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اولا من نفذ تامين صحي للفلاحين. الزراعه التعاقديه في خطوات النهارده خلاص لتطبيقها. منظومه الزراعه التعاقديه الدنيا كلها عرض وطلب. ما هو ده اللي احنا ده اللي الدوله بتتغيره. يعني انت النهارده لما تيجي الدنيا كلها عرض وطلب. لا لا ثواني بس، انت لما بتورد القمح النهارده بتورده بالسعر العرض وطلب ولا بالسعر المعلن من وزاره التموين؟ ده هو حد هياخده للحكومه ليه؟ ما هو انتوا ما فيش منكم بيستخدموه في تغذيه الحيوان؟ لا ما عادش كان ممكن ما عادش ايه بس ما ده في ناس بتكسل يقول لك انا كان ممكن او طيب. المهم اللي انا عايز اقول لك انت بتقول عرض وطلب. عارف ليه عرض وطلب؟ لان انت واقع في قصه تيجي تقول نرجع الدوره الزراعيه يقول لك انت تتحكم في ارضي دي بتاعتي انا هزرعها على مزاجي. فتيجي فهي الموضوع محتاج مننا بس هدوء. في مشاكل موجوده بقالها سنين محدش فتحها ولا اتكلم فيها. مشاكل الزراعه ما بتتحلش في غمضه عين، لان انت عارف انت بتتعامل مع مواسم ومع اوقات. اتكلم على مشكله عامه للفلاحين. الاسمده اول ملف اتكلم عنه الدكتور عز الدين ابو السيد وزير الزراعه واصلاح الاراضي عند توليه حقبه وزيره الزراعه، وفعلا الموسم ده حصل يعني استقرار اكتر بعد تطبيق الحيازه الالكترونيه اللي ابتدت تتنفس في بعض المحافظات. هيكون في ضبط اكتر وفي متابعه مع المصانع. فان شاء الله يعني احنا هنتابع معاك من اول الموسم الصيفي ونشوف الجمعيات بتاعتكم عشان اللي حصل في الشتاء معاك جهاز لحمايه الفلاح في التقويات وفي الاسمده. تمام بشكرك. معايا عرفه منين يا حاج عرفه؟ حاج عرفه من الفيوم اتفضل. ازي حضرتك؟ الحمد لله. الله يخليك يا استاذ سامح. انا كلمتك يا استاذ سامح بتاريخ 4/3. ايوه. وقلت هفكرك بحضرتك بس بيا. بايه قول لي؟ وقلت ساعات قلت لحضرتك انا يعني انا موت نفسي والعيال مش عارف اعمل قرض. واللي ما يعرفش يعمل قرض يموت نفسه؟ ايوه انا موت نفسي مش عارف. هو ده مبدا يا حاج عرفه؟ انت عايز قرض لايه؟ عرفني الاول. ما انا هقول لحضرتك اهو. قول لي عشان في فاصل بسرعه، قول لي ايه الموضوع؟ انا كلمت حضرتك على القرض. القرض ده انت عايزه لايه؟ القرض عايزه لايه؟ تربيه نواشي يا فندم. ومش راضيين ما صرفتوش ليه؟ انا جاي ما انا هتكلم حضرتك اهو. ايوه. انا لما كلمت حضرتك 4/3 الدكتوره منى محرز نزلت بيان في صالحي انا الراجل الغلبان اللي زي حالاتي. رحت خدت البيان ورحت مركز قصه من الفيوم ورحت البنك بتاع مركز قصه اقول انت عايز ايه؟ قلت لهم عايز كذا تربيه.
عاوز كام؟ قلت لهم عايز 150,000. قالوا عندك كام حلقه؟ قلت لهم عندي حوالي 12 حلقه في البيت. طب عندك ضمانات؟ قلت لهم عندي البيت بتاعي. قالوا مفيش مشكله. طب احنا هندي لك 12 حلقه دول في 15,000. ماشي يا فندم، يعني الحلقه بياخدنا 15,000. هنديك الثلثين واحنا ناخد الثلث، يعني هنديك الثلثين الفلوس بس. مش 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 الفلوس كلها. يعني 10 حلقات هتعمل 150,000، هيديني 100,000، هيديني الثلثين وياخد الثلث. تمام، كمل بسرعه وبعدين. ماشي يا فندم. المهم قالوا لي على الورق اللي هعمله مش مش اللي مش اللي مش اللي الدكتوره منزلاه في البيان، مش هو مش هو. بقول لك ايه يا استاذ عرفه؟ ايوه هكمل معاك بعد الفاصل، هنكلمك احنا الاعداد هيكلمك. بشكرك، هنطلع فاصل سريع نستكمل بعده الزراعيه مباشر. بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم مره اخرى في الزراعيه مباشر. محطه البحوث الزراعيه بسخ بتعتبر واحده من اهم المحطات البحثيه الرئيسيه التي يتم الاعتماد عليها في البحوث العلميه للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجيه، وخاصه المحاصيل المختلفه وخاصه الاستراتيجيه. الدكتور عز الدين ابو السيد وزير الزراعه واستصلاح الاراضي تفقد بالامس المزارع التابعه لقطاع الانتاج بسخ، حيث يوجد بالمحافظة أكبر مساحة أراضي تابعة للقطاع في إطار جولته التفقدية في محافظة كفر الشيخ. وفي نفس الوقت تفقد مجمع المحاصيل الزراعية التابع لقطاع الإنتاج، والتي يتم فيها تجميع المحاصيل الاستراتيجية من إنتاج مزارع القطاع وتوفير التآوي للمزارعين، بالإضافة إلى منطقة تحسين الأراضي والتي تضم معمل تحليل التربة ووحدة تطوير الري. أنا معايا على الهاتف الدكتور خالد أبو شادي مدير محطة البحوث الزراعية بسخة. برحب بحضرتك يا دكتور خالد. أهلا بسيادتك والسادة المشاهدين. دكتور خالد، أنا بشكرك على المجهود اللي حضرتك بتقوم بيه وعلى فريق العمل بمحطة سخة، لأنه مجهود مشرف كما أشاد الدكتور عز الدين أبو السيد وزير الزراعة وإصلاح الأراضي. يا ريت تشرح لي الزيارة وإيه الأماكن اللي تفقدها معالي الوزير. شكرا لحضرتك والسادة المشاهدين، وبشكر معالي الاستاذ الدكتور عز الدين ابو السيد على تشريفه لينا في محطه بحوث سخه، والاستاذ الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعيه، والساده الضيوف اللي شرفونا في المحطه. معالي الاستاذ الدكتور عز الدين ابو السيد توصل محطه بحوث سخه في تمام الساعه 9 صباحا، وكان في استقباله معالي المحافظ الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، وتم الاستقبال في محطة البحوث الزراعية بسخة، وأدلى بالتصريحات الصحفية بخصوص الرد على أسئلة الصحفيين، ثم تفقد بعد ذلك معالي الوزير الأستاذ الدكتور عز الدين أبو السيد البرنامج البحثي لبث بحوث الأمح بمحطة البحوث الزراعية بسخة، وأشاد بالأصناف اللي تم استنباطها داخل البرنامج البحثي والاصناف الجديده اللي بطريقه للتسجيل. فعندنا صنف سخه 95 وسلاله جديده ان شاء الله هتتم 1001. دي حاجات متميزه جدا وحاجات تم استنباطها في محطه البحوث الزراعيه بسخه. كما تفقد سيادته القمح الفرعوني اللي موجود داخل المحطه، وشاهد الاصابه اللي موجوده فيه بالامراض بمرض الصدع الاصفر وعدم تجانس النباتات، وده طبعا من الاصناف اللي مرفوضه واللي ما بنناديش بيها كوزاره الزراعه. منين جه الاسم ده؟ الاسم ده الناس هي اللي سماته وهي اللي بتقول عليه، مش لا يخص قسم بعوث القمح ولا يخص مركز البعوث الزراعيه. تمام، دي حقيقه لازم نوضحها للمزارع، علشان احنا بعد المجهود الكبير اللي حضراتكم بتقوموا بيه والعلم اللي بتوفروه للسادة المزارعين والقطاع الزراعي من خلال الاصناف والسلالات المسجلة والمستنبطة اللي بتديني اعلى انتاجية ومقاومة الامراض، ما ينفعش ان انا ابعد عن كل هذا المجهود وابتدي اجري ورا مسمى ما اثبتش جدواه حتى هذه اللحظة. بالظبط حضرتك، ده صنف وباء، يعتبر وباء بالنسبة لاصناف القمح اللي موجودة ومصدر للعدوى، تأثيره ما فيش أي تجانس فيه خالص نهائي. تأثيره إيه لو أنا ابتديت أزرع منه داخل المحافظات المختلفة؟ تأثيره إيه على القمح الأساسي اللي عندي أو الأصناف الأخرى؟
طبعا نعم، هذا المسمى بيعتبر حساس جدا للإصابة، وما يعتبرش صنف ولا يعتبر ولا يعتمد عليه في إنتاج القمح، ولا يعتمد عليه في إنتاج القمح، ومرفوض جملة وتفصيلا. انتوا حضراتكم علشان تثبتوا ده خصصتوا مساحة داخل المحطة زرعتوها بيه؟ طبعا. صح. المساحة كانت قد ايه؟ المساحة كانت قد ايه؟ والعائد منها والملاحظات اللي حضراتكم رصدتوها، لان ده هيعتبر تقرير علمي. احنا بنعمل حضرتك في قطع تجريبية. ايوه. قطع تجريبية بنجرب فيها الحاجات اللي بتظهر واللي هي غير مسجلة عندنا، واللي الناس اللي هو ورا هذه الاصناف اللي بيطلعوها واللي بيدعي انهم طلعوا اصناف لازم تيجي عندنا وتقيم ونشوف سلوك ايه داخل الاصناف اللي موجوده ونقارنها بالاصناف التجاريه. ايوه. فطبعا النتائج بتاعتها تعتبر غير مرضيه تماما، وتعتبر مصدر من المصادر اللي مش مرغوبه، واللي ما واللي لازم انها تنتهي من سوء القمح يعني. تمام. ومن ايه بقيه الاماكن اللي معالي الوزير زرع؟ ظهر معاليك تجربه الري بالنسبه للاحتياجات المائيه بالنسبه للقمح، في تجارب كانت موجوده بالنسبه بخصوص الري وتفقد حال التجارب دي، ثم بعد كده تجربه مواعيد زراعه بالنسبه للقمح على اساس مواعيد الزراعه اللي بتتزرع متاخر بعد العروه الاولى من زراعه بندر السكر في شهر يناير، ووريناه المواعيد دي كلها بحيث ان احنا ممكن نستغل المساحات دي بعد البنجر في زراعه الاقماح الاصناف المبكره، واللي حتى لو هتعطي محصول اقل شويه بنسبه 10 او 20% ولكن ممكن ان احنا نستفيد بالمساحه دي بان احنا نستغلها في زراعه محصول القمح بعد العروه المبكره لمحصول بنجر السكر ان شاء الله. ثم انتقل سيادته بعد كده الى البرنامج البحثي لقسم بحوث الفول البلدي، وشاهد حقل الهلوك والتربية المقاومة للأمراض والتربية المقاومة للهلوك، لأن الهلوك بيعتبر طبعا من الحشائش أو المتطفل على نبات الفول، واللي بيأثر على الإنتاجية بوضع كبير يعني. صح. شاهد الأصناف المقاومة واللي نامي الهلوك نامي مع الفول، والفول مدي محصول بكميه كبيره جدا وما فيش اي منافسه، واصناف مقاومه تماما للهلوك. كما شاهد حقل تربيه الامراض المقاومه للامراض بالنسبه للتبقى البني للفول البلدي، وشاف الاصناف بتاعتنا اللي احنا مطلعينها في محطه بعوز سخه، سخه واحد وسخه اثنين وسخه ثلاثه وسخه اربعه من الاصناف المقاومه واللي ما فيش ظاهر عليها اي تبقعات بنيه، والمحصول فيها بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله. وكان في معاليك اصناف تم الغائها في الفتره اللي فاتت من الفول البلدي، ولما شافها معالي الوزير في البرنامج البحثي وشاف المحصول بتاعها امر باعاده تشغيل هذه الاصناف ثاني واعادتها للطابور وللصف وللكتار بحيث ان تطلع للمزارعين ثاني وتخش السوق وتشتغل كاحد الاصناف التجاريه اللي موجوده. تمام. ثم بعد ذلك تفقد البرنامج البحثي للمحصول الكتان، وهو احد محاصيل الالياف اللي بيستخدم كثنائي الغرض، بنستخرج منه الالياف، والناحيه الثانيه بناخد الزيت الحار اللي بيستخدم فيه مجالات كبيره سواء كان زيوت بويا او زيت بنتغذى عليه. تفقد الاصناف الجديده واشاد بالانجازات بتاع قسم بحوث الالياف. وكان في سيادتك تجربه حصاد اهلي لمحصول الكتان، شاهد معالي الوزير وضيوفه تجربه الحصاد الاهلي واشاد بالتجربه وبالانجازات اللي بتتم على ارض محطه البحوث الزراعيه بسخة. ثم انتقل سيادته للبرنامج البحثي لقسم بحوث الشهير، وتفقد الاصناف اللي تم استنباطها في محطه بحوث سخا، الشعير اللي هو المغطى والشعير العاري والشعير اللي بيستخدم في صناعه الملك، واشاد بالاصناف والانجازات اللي تمت في برنامج البحثي لقسم بحوث الشعير. بعد ذلك انتقل الى البرنامج البحثي لقسم بحوث الحشائش، وشاف
المعاملات الزراعيه اللي بتتم بالنسبه لمكافحه الحشائش اللي بتعتبر مصدر من المصادر اللي بتاثر على الانتاجيه بالنسبه للمحاصيل، والمعاملات اللي تمت داخل البرنامج البحثي للمحاصيل الشتويه في مكافحه الحشائش، سواء كان بنجر سكر او كان محاصيل قمح او محاصيل اعلاف ومحصول البصل. وبعد كده انتقل الى محطه الانتاج الحيواني، مزارع قطاع الانتاج بالنسبه للانتاج الحيواني ومزارع الانتاج الحيواني التابعه لمعهد بحوث الانتاج الحيواني، دخل مزارع الدواجن اللي موجوده ودخل المفرخات، وتفقد حضرتك مزارع الاغنام ومزارع العنابر الارانب، ثم انتقل بعد كده الى اللارج انيمال اللي هو الحيوانات الكبيره سواء كان افقار او جاموس، وتفقد معامل التصنيع بتاع الالبان وشاف المنتجات اللي المحطه بتطلعها بالنسبه لمنتجات الالبان. انتوا عندكم كمان طلائق وبتنتجوا السيمنز بتاعها للتلقيح الصناعي. دي كانت الخطوه الثانيه بعد لقاء الباحثين. أيوة. بعد كده بعد ما زار محطه الانتاج الحيواني زار الهيئه العامه لجهاز تحسين الاراضي. أيوة. منطقه كفر الشيخ. تمام. وتفقد الالات والمعدات والعمليات اللي بيقوم بيها الهيئه من تحسين تربه سواء كان جبس زراعي بينضاف او حرث تحت التربه او تسوير بالليزر. تفقد الالات والمعدات وشاف الانشطه اللي موجوده في الجهاز تحسين الاراضي ومشروعات تطوير الري الحقلي اللي مسنده الى جهاز تحسين الاراضي. بعد كده تفقد حضرتك المواد الوراثيه الثلاجه اللي حافظين فيها المواد الوراثيه في قسم بحوث الذره الشاميه في محطه البحوث الزراعيه بسخه، وشاف الاصناف وشاف المواد الوراثيه وشاف خط التجفيف بتاع الذره الشاميه والذره سواء كانت بيضاء او صفراء والمجففات، وسيادتك برضه ماكينات التفريط والتيلوهات اللي بتخزن فيها الهجن دي، وبعد كده بتخش على محطات الغربله والتهاوي اللي بيتم اعدادها والمخازن المعده فيها التهاوي اللي بياخدها المزارعين بالنسبه لتهاوي الذره الشاميه. انتقل بعد كده معالي الوزير وضيوفه الى لقاء بمبنى المحطه للقاء مع الساده الباحثين، وتم عرض برزنتيشن من اداره المحطه وضح فيه اهداف المحطه وعدد العاملين فيها والانجازات اللي تمت والاصناف اللي طلعت، وقعد سيادته معالي الوزير مع الساده الباحثين، وكل الساده الباحثين اللي كان عنده اي استفسار توجه بالاسئله ومعالي الوزير جاوب على كل استفسارات الساده الباحثين. وبعد اللقاء مع الباحثين انتقلنا الى المركز الدولي لرعايه الحيوان وشاف الطلايه اللي موجوده وشاف السيمنز اللي بيتجمع ازاي والسلالات اللي موجوده واللي بنوزعها على المزارعين عشان ندي نحسن من الثروه الحيوانيه اللي موجوده ونجيب سلالات بتدي لحم ولبن ثنائيه الغرض. واعجب بزيادته بالانشطه البحثيه اللي موجوده. وبعد كده زرنا المحلج اللي بيتم فيه حريق الاصناف اللي هي بتنتج تهاوي المربي التابع لمعهد بحوث الأردن، وتفقد المحلج وتفقد الاصناف اللي موجوده من القطن ونقطة الشعر اللي موجود والبذره اللي موجوده واللي بتروح بعد كده للاداره المركزيه لانتاج التهاوي. وبعد كده نزل حقول الاكتار في قطاع الانتاج، وانتهت الزياره معليك في تمام الساعه الخامسه بعد الظهر. الزياره دي كانت يوم واحد؟ كانت يوم واحد. كل الاحداث اللي حضرتك يعني كنت بتتكلم على عناوين سريعه فقط في يوم واحد. انا بدي ملخص سريع سيادتك للي تم. فانا الاول يعني شكرتك وبشكرك تاني لان ده صرح علمي ومجهود كبير جدا بتقوموا بيه ونموذج استرشادي للمزارعين في المنطقة كلها، وأيضا خدمات لأن اللي عايز ياخد السيمنز أو إذا عايز يتعرف على الخدمات البيطرية أو عايز يشوف الأصناف بيجي عندكم. مجهود كبير جدا. أنا بشكر حضرتك دكتور خالد أبو شادي مدير محطة البحوث الزراعية بسخة، وبشكر الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة وإصلاح الأراضي. زيارة كانت مهمة جدا،
زيارة وضحت كثير من الملفات والأدوار التي تقوم بها وزارة الزراعة من أجل خدمة هذا القطاع. اهتمام مباشر من معالي الوزير بعلماء وبمهندسين زراعيين وبباحثين وبعمالة في هذه الأماكن هو دفعة لهذه النماذج. وزارة الزراعة دورها مهم جدا بالنسبة لقطاع الزراعة. ما نسيتش عرفة، عرفة معانا تاني يا أستاذة زينب؟ يا ريت تكلموه لأنه هو كان بيتكلم على قرض مش عاوز يرد. رد يا عرفة، احنا اللي هنكلمك، انت بتتكلم على قرض وبتقول لي ان انت ابتديت في الاجراءات وخدت موافقات لكن في اعتراض على المبلغ اللي هيتم صرفه. نشوف ايه الموضوع، لان مهم جدا ان انت وانت بتتكلم مع الفلاح يبقى فيه مصداقية من جانبي ومن جانب عرض المشكلة. بمعنى ان انت النهاردة بقدم على قرض للبتلو، يبقى انا محتاجه عشان التربية. يا حاج عرفة انا كلمناك تاني اهو زي ما قلت. انا بتشكر يا فندم. قول لي بقى انت النهارده قدمت على قرض البتلو. تمام. لا مش قرض البتلو يا فندم، كنت عايز اجيب تربيه مواشي تربيه بقر زي ما قلت لحضرتك قبل كده. تربيه مواشي يعني ايه تربيه؟ ما هو انا كبنك هو عنده، اسمعني بس وانا مش يعني احنا اللي كلمناك فما تقلقش. اتفضل. قرض البنك عنده نماذج، عنده قرض البتلو او عنده قرض استثماري او عنده قرض المشاريع الثروه الحيوانيه. قرض البتلو ب 5% بيديك الفلوس وبياخد 5% ولو انت سددت على 6 شهور بيبقوا 2.5%. قرض استثماري الفايده بتاعته بتبقى اعلى لان ده بيعاملك كمستثمر. انت مقدم على ايه؟ انا مقدم يا باشا عايز 150,000 هجيب بيها بهايم، هجيب بقر وهجيب بيها عجول كده. 150,000 ما هو ده بنك. فعشان يديك ال 150,000 عايز ضمانات. فهو لما جه ماشي مفيش مشكله. ما هو الدكتوره منى محرز منزله في البيان اللي منزلاه حضرتك اللي قلت لك عليه ماشي، اقرب الناس تضمنك وعقد ايجار موثق في الشارع العكاري، مش ما فيش اكتر من كده. روح تاني بقى البنك عقد ايجار عليه صحه توقيع على صحه توقيع. خلي بالك انا حافظ الاجراءات بس انت بتتكلم على ضوابط، انت بتتكلم على ضوابط مخصصه لمشروع معين. ما هو انت ممكن تروح البنك فانت بتبقى بتتفق على قرض تاني خالص وبتمشي في اجراءاته غير اللي وزاره الزراعه بتعلن عنه. فانت النهارده البنك ثواني بس، دي فلوس بنك يعني في الاول وفي الاخر الفلوس دي مش بتاعت وزاره الزراعه. عارف الفلوس دي بتاعت مين؟ بتاعت البنك. فالراجل لما جالك وعمل معايناته انت مقدم على 150,000، قال لك لا والله الضمانات دي انا بقيمها ب 100,000. ففين المشكله هنا؟ المشكله يا فندم انا قلت لحضرتك انا لسه ما عملتش حاجه لان انا كنت ماشي. اللي هيشتغل ب 150,000 من لا شيء ما يقدرش يشتغل ب 100,000؟ يشتغل فعلا ب 100,000 مفيش مشكله، بس المشكله في حاجه، الورق اللي عايزينه مني سعادتك مش قادر اقول لك، عايزين كميه ورق فظيعه. تقول لي لا قول لي ليه لا لازم تقول لي قول لي. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. عايزين سجل تجاري وبطاقه ضريبيه وعايزين جواب من المحكمه وجواب من الضرائب وجواب من ثواني بس. سجل تجاري وبطاقه ضريبيه دول موجود المفروض يبقوا موجودين مع اي حد بيشتغل وخصوصا في التوريد. ماشي. وعايزين منك فيش وتشبيه. ماشي مفيش مشكلة. ايه تاني؟ ماشي. عايزين بقى جواب من المحكمة وجواب من المركز وجواب مش عارف من البنك ايه كده، وعايزين جواب وصل كهرباء وصل مية. انت بتتعامل مع بنك ايه؟ طب هو لا بص اصل انت لغاية دلوقتي يا حاج عرفة ما قلتليش حاجة صعبة. ده اللي بيروح يشتري سيارة او بيشتري اي حاجة بيطلب منه حاجات اكتر من كده. انت مش مقدم، اسمعني بس، اصل انت مش مقدم على قرض البتلو اللي هو فيه التيسيرات اللي هو ب 5%. انت حسب كلامك اللي بتقوله لي على الهواء دلوقتي مطلوب منك سجل تجاري وبطاقة ضريبية، مطلوب منك فيش وتشبيه، وصل مية ونور، مطلوب عقد ايجار مثلا. ايه المشكله في الحاجات دي؟ طيب وصل ميه ونور انا لسه الباب بتاعي ممارسه ميه. طيب نشوف نتابعها. انت بتتعامل مع بنك ايه؟ انا مع بنك اقصى، بنك التنميه والائتمان الزراعي. التنميه والائتمان الزراعي. ايوه اللي هو في اقصى. حاضر. انا هوصل المشكله دي لمدير البنك هنا في مصر في القاهره. في القاهره فرع القاهره الرئيسي. انا بس عايز اوصل لك حاجه استاذ بعد اذنك معلش. والله العظيم يا استاذ اقسم بالله ما صرفتش لسه، ما صرفت على الورق لان انا مش لاقي فلوس اصرفها على الورق اصلا. ما خلي بالك حاجه، انت عايز تشتغل طبعًا. انا عايز اشتغل والله، وعندك المكان وانا عايزك تشتغل والبلد او الدوله. بسم الله عندي والله يا عرفه عندي. يا حاج عرفه يا حاج عرفه يا حاج عرفه اتفضل. الدوله نفسها محتاجاك عايزاك وعايزاك تشتغل، بس خلي بالك في حاجه اسمها مخاطر للمشروع. ايوه وفي حاجه اسمها دراسه جدوى، وانت راجل عندك
اسره وصاحب اولاد. عندي عندي فالمفروض والله. الموضوع يبقى مدروس بالراحه واحنا معاك فيه ومعانا ربنا طبعا، ونبتدي أيوة نشوف طبعا. خطوه خطوه علشان الموضوع يبقى ايه في نجاح، العجول اللي هتشتغل فيها يبقى متامن عليها، يبقى بنتابع مع الطب البيطري. فاحنا أكيد. هنحط ايدينا في ايدين بعض عشان نساعدك عشان احنا بنشتغل. فانا هكلم أرجوك. ما ترجونيش ده شغلي. لا بس في اكتر حاجه انا بعترض على اعترضت على حاجات كتيره. اول حاجه قلت لي لا انا لو ما خدتش القرض انتحر يعني، ده مش اسلوب. لا اسمعني بس ده مش اسلوب حوار، ولا انا بحب اتعامل بالاسلوب ده. احنا ناس عندنا ايمان ووطنيه، والبلد النهارده بتمد لنا ايديها. فانا هتابع معاك ومع البنك الزراعي المصري ونمشي في الموضوع ده خطوه خطوه لغايه لما يتم بخير ان شاء الله. طيب ارجوك في السنه مش هقول لك ما طلع يعني، انتوا اتصلوا بي عشان والله ما اعرف. ومين اللي كلمك يا حاج عرفه دلوقتي؟ انت اتصلت علي. طب يعني ما نسيبش بس اقسم بالله انا ما اعرف حاجه خالص. وانا اعرفك يا حاج عرفه؟ لا طبعا لا. طيب لا. خلاص انت عايز ايه؟ خلاص انت كده مشكلتك معانا. الاعداد هيتابعها معاك. اسمعني بس، الاعداد هيتابعها معاك وهنمشي معاك خطوه بخطوه ونشوف ممكن نوصل ليه. بس انت ما عندكش مشكله على فكره، انت مقدم على 150 الف وافقولك على 100 الف، مش عايز تعمل الاجراءات. انا ايه المطلوب مني؟ مش عايز اعمل اجراءات لان انا ما معيش الفلوس اللي اصرفها على الورق. انت السجل التجاري وبطاقه ضريبيه دول مش هتكلفوا مبلغ كبير، فيش تشغيل. لا وعايزين حضرتك ترخيص المكان ده برضه بياخد وقت وبياخد يعني مجهود. بس ما خلي بالك لو المكان ما ينفعش مش هتاخد قرض، اصل انت لو ما سددتش القرض ده هيبقى كارثه. ايوه طبعا طبعا. فانت لازم تمشي صح. اكيد عارفها. كفايه كده عشان وقت الناس بقى. طيب معلش بعد اذنك. طيب بعد اذنك انا المشكله ما اعرفش حاجه، ما اعرفش اروح فين. بس معاك احنا ان شاء الله ومعانا. طيب ارجوك لو تسمح يعني خليك يعني. شكرا يا حاج عرفه. حاج عرفه بشكرك. يعني احنا بنشتغل مع بعض، عمري ما بحل مشكله لحد. كل اللي بعمله توفيق من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا من خلال فريق الاعداد المحترم بنوصل رسالتكم وصوتكم كامل للمسؤولين. انا مش مسؤول تنفيذي، احنا نافذه اعلاميه ارشاديه تابعه لوزاره الزراعه، وربنا بيوفقنا ان احنا نوصل صوتكم للمسؤول. فانا بشكر كل مسؤول بيساعد الناس دي، بشكر زملائي اللي بيتعبوا وبيشقوا علشان يوصلوا رسالتكم للمسؤولين. انت علشان تنسق ما بين صاحب الشكوى او المشكله مع المسؤول دي بتحتاج مجهود كبير جدا. وبنرجع نكلمه، كلموه الاعداد ويشوفوه مشكلتك اتحلت طب وقفت فين، ويرجعوا يكلموا المسؤول. حاج عاطف من الشرقيه. ازيك يا سامح بيه؟ اهلا وسهلا. من صوتك الحاج عاطف دفان. يا اهلا بيك. دفان اهلا بيه. اهلا بيك. دلوقتي احنا بالنسبه لنا ترعة دفان اللي واخده من حانوت هندسه اولاد صقر عامه، يعني هندسه اولاد صقر عامه عارفها. اتفضل. دلوقتي انا عرفت حضرتك من صوتك، يعني اكيد هبقى عارف المكان، انا شايفك دلوقتي. فقول المشكله دلوقتي. في تعديات اللي هي بالنسبه للرز، زراعه الرز اللي هو بيزرع مخالف، اللي على الترعه راسا، اللي على الترعه الاساسيه الراسا. احنا ترعه الدفان دي بتفرع على حركه بتاع 8 9 ترع، بتدي 9 ترع. اقل فرع فيهم 8 كيلو 10 كيلو 28 18 كيلو بياخدوا من ترعه الدفان. فهنا الرئيسية في حاجة 7 كيلو من حانوت، 7 كيلو على الرئيسي دفاه، دول بيزرعوا مخالف، وحانوت نفسها بيزرعوا مخالف. أنا عايز أعرف حضرتك الناس اللي بتزرع مخالف دي من المفروض الزراعة تعاقبهم بإيه؟ أنا راجل بزرع مخالف، أصرف تموين الأرض؟ يا سامح بيه؟ سامعك، أنا عايزك تكمل لأن أنت على دراية أكتر مني باللي بيحصل. تمام. اللهم صل على النبي. دلوقتي اللي بيزرع مخالف ده انا عايز اعرف ان الزراعه بتصرف له ازاي تموين الارض؟ انا راجل مخالف. مين اللي قال لك ان الزراعه بتصرف له؟ بتصرف له يا باشا. طيب مديريه الزراعه باولاد صقر 7 كيلو على القصبي دي رئيسيه، لان الهندسه ترعتين رئيسيتين، ترعه دفان وترعه القصبي. 7 كيلو القصبي 7 كيلو دفان. طب اسمعني بس، اسمعني يا حاج عاطف. النهارده وزاره الزراعه ولسه كان في مداخله من قليل بتدي شكرتين في اول الموسم علشان الزراعه، عشان الناس تبتدي تزرع. تمام. دي اي حد بيروح بياخدهم عشان يزرع. تمام. الراجل ده بعد كده بيعمل معاينه على الزراعه الفعليه عشان يكمل حصته، ما الحصه مش الشكرتين. تمام. فبنفوجئ ان الراجل ده مخالف.
فخلاص ده مش هيصرف بقيه السماد، بيتحرر له محضر والغرامه دلوقتي بقت تقيله، بينزل له لجنه عشان تشيل المشاتل في المهد. فدي كلها اجراءات بتتم من قبل وزاره الزراعه ووزاره الري والموارد المائيه والري. بكره يا حاج عاطف اول مداخله هيكون معايا مسؤول من وزاره الموارد المائيه والري، ونتكلم ونتحدث عن زراعه الارز وعن العقوبات التي تواجه المخالفين. بشكرك مشاهدي برنامج زراعي مباشر، شكرا لكم والى اللقاء.